مساء الخير نصر الدين. مساء الخير. صباح خويا. لاباس والله يبارك. لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله، راك مرتاح؟ لا نقدروا نبداو لا الحمد لله، ربي يحفظك. نصر الدين، أنا مقبل كنت نحكي معك ما كنتش مبين لك، كنت نسمع فوش تحكي لي، بصح أنا صدقني من أول مرة سمعت بالقصة تاعك وأنا مندهش. صح، هذا هو الشيء مندهش. صراحة. 10 سنين راحوا من حياتك في جريمة أنت لم ترتكبها. تروا فوا بالإعدام. المأزق اللي طحت فيه انتايا كيفاش صرا؟ انا لقيت كي شغل واحد صاحبي هذا الضحيه هذا اللي توفى ربي يرحمه كان باغي يضربه، جيت كي شغل انا جبدته ما خليتهش يضربه ودمرته، قلت له الانسان عندي انا كي شغل جاي عندي، جيت ادي هذا صاحبي وخليت هذا الضحيه، شا دار هو كي شغل ضربني بتورني فيس هنا للوذن. هذا الضحيه كي شغل جاري اون فاصليا شغل نعرفه انا كي شغل دمرت على اساس كي شغل وجاك ضيف انت جاك ضيف للدار هو راح ماشي ضيف ثاني هو كي شغل غير ولد بلاد شي يسكن كي شغل الفوق في بلاصه يسموها لاكريش جاي عندي شغل كي بغى يضربه انا ما خليتهش دمرته وديت هذا كي درت هو جبد تورنيفيس كي شغل ضربني به هنا للوذن جريت انا كي شغل شويه وراه طحت انا هو هرب عاودت رجعت انا رحت للشرطه قالوا لي يطلع دي النصر تافيكا في السبيطار وروع عنا ما طلعتش انا عاود جيت مهود شغل هوت طبطبت عليه في دارهم خرج لي بويا وجداته الله يرحمها وامه واخوه حكيت لهم قلت لهم دي فوالا هاش عصرا هاش عصرا كي شغل وانا نزقي مع الضربه مع حضرت معايا جداته كبيره نحشم منها كشو كبرنا كاع عندها قدامها ولاد حوما دخلتني داخل تخنا داروا لي ليسوان قعدنا قالوا لي قعد تتعشى قعدوا يحطوا في الحشا دارهم داروا لك العشاء زعما باش يراضيو بيناتكم باش يصفوا النيات كما نقولوا ما انا هديتكم ما هديتش يا ترى ندخل عندهم للدار تخش عندهم للدار سي شغل تحشم باسكو جداته كابرين في حومه سي ما عندك ما دير هو صغير كان في عمره 19 سنه كيما هكا وانت كان في عمرك 22 سنه 22 23 كيما جا خوه قال لي ما لقيتهاش قال عيط لها في التليفون قعدوا يعيطوا لها في التليفون التليفون تاعها تبلع بنهار تاع حد ما زادش بان انا طلعني خوه جبنا لوطو طلعني خوه شغل تعشيت عندهم ساي مكان والو مكان والو طلعني خوه الفوق وين نسكن انا للدار حطني وطلع مام السيد اللي كان باغي يضربها ثاني طفل خوه حطوه في دارهم وجاو مهود نقعدوا لحد الاثنين ثلاثه الاربعاء الخميس الخميس جات عندي انا لابوليس رفدوني داوني السيلونه ما على باليش علاه قاعد نسقسي قال لك اودي لا مكان والو قال لك اودي دوك يجي الكوميسار الصباح تهضر معاه كانت نهار خميس في الليل قارع الصباح انا طلعت عند الكوميسار قعدت يهضر معايا على السيد هذا دي كيف دابست معاه كيف هسرى كيف هسرى قلت له اودي علاه بنسقسيك انا صح ما على باليش انا والله ما على بالي ربي يشهد قلت له اودي بنسقسيك عليه راه شاهد شغل راه شاكي بيا هو اللي ضربني بصح انا ما موانش تشكيت انه جارك هو انا حتى هو كي شغل خاطر ما عندي والو انا غير ذيك اللي صرات برك كي قاعد يسقسي فيا عليه قلت له ودي عليه راه شاكي بيا قلت له ما موانش شكي انا اللي مضروب قال لي لا قال لي غير راني نسقسي فيك وسي قال لي جاوبني وسي قاعد يسقسي فيا عليه كي صرات قلت له هاكي صرات هاكي انا حكيت الشيء اللي صرا صح حكيت عليه من بعد قعدوا يجيبوا في الناس في الكوميساريه حتى جا واحد قال لي ودي ما على بالكش قلت له ودي والله ما على بالي شاكي 32 واحد كيما هكا ها كاع كيشوف في ذيك الليله مريش عليهم هو بتورني فيس كل واحد وش داير معاه قال لي ذا واحد قال لي ودي ام لقاو فلان قايسينه في حاسي وحارقينه مع اللي انا جابوني بيتوني سقسوا فيا عليه مانيش طايق في ذيك الليله كشو عندي السكر طاح انا ثم من ذيك الهضره ما على باليش كي سمعت بلي مات تصدمت ايه طلعوني سبيطار فطنت في السبيطار لقيت كشو السيروم علاش تصدمت؟ ما امنتش خاطش جايبني على حاجه وانا الصباح حتى يجي يقول لك لقاو فلان وش قال لي السيد اللي جابوه قال لي مدين يدفنوا فيه انا مزيان ما على بالي والو تصدمت باسكو غاضك ولا خفت؟ باينه بلي غيظني اول حاجه يغيظني خاطش علاه كبر معايا لا عارفه كبر قدامي شغل مهما كان ما نعرفش واش يصرى كاع بصح باتمنى الانسان باش يصرى له كيما هاك ما كاينش منه